تقول والدتي تريد أن أتنازل لها عن حصتي في بيت ورثناه من والدنا، فهل هذا من حقها؟ هذا من حقك أنت، تنازل أو ما تنازل، ما له حق أن تجبرك على التنازل، لكن إذا أردت الأجر والبر بها وإرضاء الوالدة تنازل، جزاك الله خير. نعم. يقول أنا أخرج الزكاة في جمادي الأول، ولكن بصعوبة لكون المال عبارة عن سلعة، فهل يجوز تأخيرها إلى شوال، وهذا لكون السلعة قد بيعت وسهولة إحصاء المال؟ زكاة المال الأصل أنها تخرج في وقتها، إلا إذا كان هناك عذر يقتضي التأخير فإنك تؤخرها إلى أن يزول العذر ثم تخرجها